سبب الارتباط. اتكلمت في الفيديو اللي فات عن يعني بشكل عام ايش هو الاستقرار وعدم الاستقرار وايش هي المكان والمسببات اللي تاثر في عدم الاستقرار. اليوم حابب اتكلم لان حيكون درس لغه اكثر من انه درس في الشرح. يعني حنركز على كلمه واحده وحنشوف المسببات اللي بتيجي منها بغض النظر عن الحيثيات والتفاصيل. هنخش على طول في كلمة مشكلة. دائما يكون في عدم استقرار في مشاكل. مشاكل كثيرة بس هناخد مشكلة واحدة وهنتطرق أول حاجة من الكلمة نفسها. هم المشترك بينهم كلهم يقول لك أنا عندي مشكلة، هو يعرف عنده مشكلة. بس إيش هي المشكلة هذه؟ تمام؟ هنجي نعملها تفصيل بسيط. ايش هي المشكلة؟ نجي للمشكلة. طبعا في الأساس المشكلة ناتجة عن عذاب الأخلاق أو ضعف في الأخلاق. كويس؟ في مشكلة، في متسبب، في متضرر، في بشكل عام ضعف أو شبه عذاب في الأخلاق. هذا أول حاجة يعني نحدد يعني هي مشكلة. ميزة تكون مشكلة لأن واحد يشير إليها، هذا رقم واحد. كويس؟ بالتالي أول ما أول واحد يكون عنده مشكلة تمام هنجي للشخص اللي هو يكون محتاج. هو محتاج الثاني اللي هو مظلوم مقدر شايل هم، هذا برضه عنده مشكلة. طيب هنشوف هنا أسبابها طبعا كيف ممكن تنحل. والحل هو ما هو شغل، يعني ممكن يكون معرفة المسببات تكفي بعدين فيها شخص متخصص هو اللي تشوف فيها. يعني غالبا الاشياء مش بالظواهر اللي تشوفها. لو انت تكون مهم وفاهم كويس، مو اي واحد يخلص، مو اي واحد يخلص. هنجي نبدا بالمحتاج. اول حاجه شخص ايش المشكلة ان هو صار محتاج؟ ليش؟ اي محتاج تحسنه مقابل لازم يكون في شخص مستقبل. ما في كلام. طالما في شخص مستقبل السلعة هذه مثلاً ب50 وباعها ب100 مستوى جهد. طبعاً هو محتاج السلعة تمام، لكن هو باع السلعة فأصبحت مشكلة المحتاج إيش؟ يعني هو دفع زيادة. مشكلة المحتاج دائماً هي الخسارة. مشكلة المحتاج إنه هو دائما بيدفع أكثر، دائما بيدفع أكثر عشان يحصل على الأشياء اللي أي شخص ممكن يحصل عليها، لكن هو يحصل عليها بعطاء أكثر، لازم يدفع أكثر. مين اللي سبب الاحتياج؟ شخص مستقل، استغل جهله، استغل عدم معرفته، استغل ممكن يكون كسله وقراءه والى اخره.
استقال شخص هنا بحاول من شخص مختفي لشخص محتاج. أي شخص تشوفه محتاج اعرف من وراء واحد مسلم كلمة واحدة. نجي المشكلة الثانية، طبعا أنت بتحسن عملي أكثر. ليه؟ أكثر. كويس. دير أكثر. دير أكثر. ما كل الناس مهمين لك أكثر يكون منتج. دائما في شخص مستقل. تمام؟ نتكلم هنا على السرير الاجتماعي. عندك الشخص الثاني هو موجود. انت لما تكون في اي علاقه واي اي تعامل اي حاجه ترجع منها ما انت مرتاح، انت عندك جزء او اجزاء من الشعور المرغوبه هو عكس الارتياح. لما انت تكون مرتاح كده استوفيت حق عطائك، لكن اذا انت ما انت مرتاح انت مهموم حاسس بضيق، حاسس بانتفاخ في المهنه، حاسس بضيق في راسك، كنت متوقع شيء وما جا زي فاهم. انت يدخلك هذا الموضوع في وهم، انت مهموم سواء كان بنسبه قليله او بنسبه لحتى بعدين نقول كدر المدربين، لكن الرغبة أساسه الحصول على أقل من مقدار العطاء. فعندك شخص مظلوم، تمام؟ مين المتسبب في الرغبة؟ هذا دائما شخص مفتر. الشخص المفتري هذا هو الشخص اللي يدفع ريال وياخذ 10، تمام؟ يعطي حاجة وياخذ حاجات، تمام؟ يفيدك في شيء ويستفيد منك في أشياء كثيرة، تمام؟ تحسه على وراك أنت شايف. لما تيجي تقيس حجم الفائدة اللي هو أفادك ياها، حجم الفائدة اللي أنت أفدته ياها، تتجاوزها يمكن 9 مرات على الأقل. فأنت تحس إن هذا الشخص مختلف، تمام؟ الشخص المختلف سلوكه العام إنه هو الحاجة اللي يقدمها يضخمها، مع إنه في ناس تانية قدموا أكثر من كده وهو يضخمها بشكل كبير. ولو ابتعدت عنه يفتري عليك برضه، هو سلاح الافتراء. يفتري عليك انه عشان تفتكر فيه اكثر، ويفتري عليك في المحاصره. فهو سلوكه دائما الافتراء. طبعا داخل الافتراء يدخل الكذب ويدخل كل الكلام. فالافتراء سلوك بالنسبه لي الاشخاص المفترين الافتراء. ينتج عندنا مين؟ ينتج عندنا شخص مظلوم. شخص مظلوم مو مرتاح، ليس مرتاح، ما فيش راحة، مو مرتاح. خلاص؟ عكس المفتري هذا، مين هو؟ شخص مفيد. قدم لك خدمة بنفس حجم العطاء. ولا افترى عليك ولا قال انت ما انت ولا قال. فالشخص المفيد هذا انت بتروح له واثنين وثلاثه واربعه، وكل ما انت بتروح له انت بتشعر بالراحه. كل ما انت بتروح الشخص المفتري، كل ما انت بعدت عنه كل ما شعرت بالراحه، كل ما بتروح له كل ما انت خسرت. هو يستفيد، هو ما عنده مشكله. ممكن هو يبدأ يشعر بالضيق لو انت تبعد،
انا احنا مع الشخص المتري، احنا نبغى الشخص المتري يكون شخص مفيد عشان يسحب منه يسحب له ناس مرتاحه. اذا كان الشخص المتري يكون مفتري اللي حواليه دائما ناس مخبولين مكدين تعبانين. تمام، نيجي هنا نشوف ايش اللي يجمع المفتري مع المستقيم. نقول ما المشكلة؟ نقول هنا على العلاقة مع الآخرين هي علاقة سلبية، بينما العلاقة للأشخاص الآخرين هي علاقة إيجابية. تمام؟ هي علاقة إيجابية. العلاقة السلبية بالنسبة للمفتري والمستقيم ستطرد الإيجابية. بتبسيط العبارة، إيش هي السلبية وإيش هي الإيجابية في العلاقة؟ السلبية في العلاقة أنت أي علاقة بتستفيد فيها، علاقة بتستفيد فيها، أنت شخص تمام إيجابي. شوف اعكس العقلية، مش بالمعنى العام بيقول لك إنه والله هذا شخص إيجابي. هو الشخص الإيجابي طبيعي حقيقة أمره شخص يجذب الناس اللي ما عندهم شيء، وهو يجذب الناس السلبيين. لكن في حقيقة أمره هو شخص يفقد، هو عشان بيعطي هو يفقد، هو يجذب الناس اللي إيش السلبيين. والعكس صحيح، الشخص السلبي هو يجذب الناس الإيجابيين. مثال هذا الشيء، شخص إيجابي عندك مثلا طبيب، هو يجذب مين؟ يجذب الناس اللي عندهم سلبية في الأسنان، عندهم مشكلة في الأسنان، عندهم مشاكل، فيجذبهم تمام؟ يحل مشاكلهم. هل حيكونوا إيجابيين زي الدكتور؟ لا. عشان تكون إيجابي زي الدكتور هذا مسيرة طويلة. ونشوف نقطة ثانية، الشخص السلبي اللي يسحب إيجابية، هذا عندك مثلا فلنفترض خلينا نقول الشخص السلبي اللي الشخص الشخص اللي يعني ما يدري الناس زيه، لأن يدري الناس تحين الناس يرمي مع الناس وضع سليم. نتكلم مثلا حتى على مستوى الشركات، خاصة الشركات اللي يعطوا دائما بتبني الشركات الأخرى، كل واحد يسوي حاجة في مثل العام يقول لك المشاريع مثل ما دائما ترمى بالحجر. الشخص السلبي هذا هو الشخص اللي يحب الحجر، هو الشخص اللي بيسمع الحجر بيزعل الناس بيرمى الحجر بيرمى الناس بيعمل حفلات رمي حجارة. هذا الشخص السلبي. كيف تفرق بين الإيجابي وبين السلبي؟ الإيجابي عنده حب،
السلبي أنه تعب اللي تريد ما عندي أقول لك أنا وين الحل المانع؟ أما شخص يدافع عنده حق يقدم لك حق سواء عجب الله ما عجب بس هو عجب الشخص السلبي ما عنده حق عنده مشكلة يعني الشخص السلبي هو يضخم بالنسبة للطرف الثاني إذا كان إيجابي تمام فحيكون هو في 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 أصله مكتفي وضع طبيعي إيجابي مكتفي إذا كان إيجابي حيكون مرتاح لأنه شخص غير مرضي شخص مرضي ما يرى حاجة هنا هو شخص منتظر حالي هنا هو شخص مكتفي ليس مكتفي هنا هو شخص يريد فائدة لكن السلوك عماد الأخلاق سلوك الافتراض أما هنا سلوك الفائدة يفيدك مستقبلا هنا سلوك الافتراض وهنا سلوك ايش هو عنده عكس فهنا الاستغناء وليس المساعد استغلال وليس المساعد فيحول يحول المكتفي الى المحتاج يحول المتاح الى مشكلة في السلوك مشكلة أساسية في المشكلة شكرا لكم على الكتابة هذه الملخص المشكلة وصلنا بدأت معها كل ما زادت المفترين كل ما زاد المستقيمين